أنا نحذر المواطنين من هالفيسبوك. جاي من دولة ما تبغيناش الخير، جاي من دولة ما تبغيناش الخير، وما باغيلكش الخير سي سير، ما حبكش الخير. ولكن نقول لهم ما ديروش على الإشاعات. منين تحكم ناس يقطعوا البيلون إلكتريك وهذه باش ولاية كاملة يرموها في الظلام، يجي واحد بوشابو ولا واحد بوعريف ولا لا، واش من بلاد الخليج هذه، واش من مؤامرة هذه، واش من مؤامرة هذه، هذه اللي عمدارية تصرا. العوامل والمعطيات السالفة الذكر، فقد قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداء من اليوم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.